السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب أنس محمد مقادمي. إن شاء الله اليوم هنحل مسألة في مادة الاقتصاد الهندسي تحت إشراف الدكتور محمد الأشاب. طبعا أول مطلوب عندنا draw the cash flow diagram، والمطلوب الثاني calculate the equivalent future worth. طبعا مطلوبة بالfuture worth. طيب أول شيء أعطانا الانترست ريت 10%. طيب أول شيء هنرسم draw cash flow diagram. أول شيء طبعا لو تلاحظوا ما بدأ من الصفر، بدأ من السنة الأولى. طيب أول سنة حيكون في الريفينيو حيكون في 2000، في الإكسبنسز حيكون 1000، في السنة الثانية حيكون نفس برضو نفس الكلام حيكون 2000، حيكون هنا 1000، والسنة الثالثة برضو نفس الكلام. لكن السنة الرابعة حيختلف شوي الكلام، حيكون في الريفينيو 2000 لكن ما في ولا شيء في الاكسبنسز، صفر. طيب في السنة الخامسة حيكون في الاكسبنسز 900، في السنة الخامسة، وفي السنة السادسة حيكون 800، في السنة السابعة حيكون 700، والسنة الثامنة حيكون 600، والسنة التاسعة حيكون 500. طبعا السنة التاسعة زي ما موضح حيكون في ريفينيو، حيكون الريفينيو 2000. طيب بعد ما رسمنا الكاش فلو دياجرام دحين حنسوي الكالكوليت ذا ايكويفالنت وذ فيوتشر وورث. طيب بس قبل ما نبدأ لو تلاحظوا هنا العدد جالس يتناقص، يعني بدأ من 900 وحيوصل للـ500. طبعا زي ما هو موضح الـ A حيساوي سالب 900، والـ G يساوي معلش الـ A الـ G معلش حيساوي 100. طبعا المية بالموجب لأنه هنا سالب 900، فلما يوصل للـ500 فهيكون العدد جالس يتزايد. طيب هنبدأ نحسب الـ future worth. طبعا لو تلاحظوا الـ2000 اللي هي موجودة هنا، هي الـ2000 هذه موجودة في الـ future وما يحتاج يسوي فيها ولا شيء، حيحطها زي ما هي. 2000 زائد، طيب لو تلاحظوا أول 3 سنين اللي هي من السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة حيكون في الريفينيو 2000 وفي الاكسبنسز 1000. طيب انا اقدر اختصر فاسوي كده، عشان لو طبعا لو جات المسألة هذه في ميد تيرم والاختبار النهائي فانت تحتاج الوقت، فهذا الشيء ان شاء الله يعني يقلل لك من وقت الحل. فهنا اول 3 سنين اختصرناها، فهنا حيصير ايش 1000 لانه 1000 تحت، فحيصير ايش 1000. طبعا حيصير هذا الشكل الجديد للكاش فلو دايجرام. طيب والـ2000 زي ما اتفقنا انها موجودة في الفيوتشر ما احتاج اسوي فيها ولا شيء. طيب هكتب هنا الـ1000 ليش كذا سويت؟ أنا هي دحين صارت هذه أول 3 سنين صارت أنيول، فهي حولها من الأنيول أرجعها للبريزنت، طيب وبعدين أحولها للفيوتشر.
كده انا حولت البريزنت، ودحين احولها اجيب الفيوتشر بمعلوميه البريزنت. كده انا حولت اول 3 سنين. طيب الـ2000 هذه الـ2000 نعتبرها بريزنت، فنحولين على طول على الفيوتشر من غير ما نوديها لل، يعني انها ما هي انوال، فعلى طول نوديها على طول من غير ما يحتاج ولا شيء. حنسوي 2000 نجيب الفيوتشر بمعلومية البريزنت. طبعا زي ما اتفقنا الانترست ريت مكتوب في اعلى السؤال 10%. كذا حولنا أول 4 سنين كاملة. طيب في السنة الخامسة زي ما اتفقنا الـ A بسالب 900 والـG بـ100، في السنة الخامسة إيش حيصير؟ سالب 900 طبعا هي أنيوال، فهي حنحولها أول شيء للبرزنت بمعلومية الأنيوال، بعدين احولها على الفيوتشر. طبعا زي ما اتفقنا الجي هتكون بـ100، بعد ما انتهينا من حل المعادلة فخلاص حيكون تعويض جدا بسيط من الجدول. بعدها نستخدم الحاسبة، حيطلع معانا الفيوتشر وورث يساوي 6695.38. كده نكون انتهينا من حل هذه المسألة، مسألة جدا بسيطة وما تأخذ منك إن شاء الله وقت.